puis on termine l'intervention, afin d'échanger sur cette expérience. السلام عليكم. الاسم ديالكم والمستوى الدراسي؟ سميتي نسرين جبل، اولى بكالوريا. نبغى نعرفوا كيف جاتك الجوله ديال البطل انس يقين اللي قام بها من الداخل حتى لطنجه على رجلي. انس يقين كان شجاع بحيث صدرت منه هذه المبادره انه تمشى من الداخل لطنجه. كان شجاع بزاف وشرف المغرب انه حمل الرايه المغربيه عبر العالم ماشي غير المغرب، حيث انه كيعرفوه ناس وشجعوه من عده بلدان بحال فرنسا وبلجيكا، فهذا مفتخر بالنسبه لنا. يقدر يكون قدوه لك شي نهار حتى انت وديري شي حاجه اللي تبقى البصمه ديالها؟ ان شاء الله، علاش لا. نيس انا سولت الوالده ديالي على هذا الشيء، قالت لي تكبري وتشدي الباك وان شاء الله لديك الساعه اللي بغيتي ديري اللي بغيتي. انا في الحقيقه كنشكر المدرسه ديالي انها صدرت منها هذه المبادره الطيبه، انها كرمت لنا انس يقين انه جا وعرفنا على قيمه الحياه والشجاعه اللي كانت فيه، انه اعطانا واحد الخصله باش حتى حنايا نديروا شي حاجه في الحياه ديالنا بحال الشيء اللي دار. شكرا. السلام عليكم. الاسم ديالك الصيف؟ هشام الطرش، استاذ ماده التاريخ والجغرافيا بمؤسسه الرواد. نبغى نعرفوا كيف جاتك الجوله ديال البطل انس يقين اللي قام بها من الداخل حتى لطنجه على رجليه واللي جا اليوم وقدمها لكم. بالنسبه لهذه الجوله هي جوله من في غايتها هي فريده، لانه قطع حوالي تقريبا 5000 كيلومتر، وهذا يعتبر مجهود على المستوى النفسي والبدني ويشكر عليه، وفي نفس الوقت هو كيقدم واحد النصيحه بالنسبه للتلامذ من اجل تحقيق الاحلام ديالهم انطلاقا من دعوتهم، وباعتبار على ان فلسفه الذات هي فلسفه متفرده في تحقيق الاحلام. عليكم الاسم ديالكم والمستوى الدراسي؟ فتحه الدرج ترون كومون في ليدر سكول. بغا نعرفوا كيف جاتك الجوله ديال البطل انس يقين اللي قام بها من الداخل حتى لطنجه على رجلي. هي جوله مزيانه اللي نقدروا نستافدوا منها وناخذوها كقدوه، وبالنسبه ليا انس كيستحق الكلمه ديال المواطن المغربي، حيت قدر يدير شي حاجه على قبل الوطن ديالو. نقدر نعرفوا يقدر يكون لك قدوه حتى انت شي نهار ديري شي حاجه اللي تخلي البصمه ديالك؟ ان شاء الله. كلمة شكر للمدارس الرواد اللي كتقوم بهذه الندوات باش تعرفكم على ابطال مواضيعهم. كنشكر المدرسة ديالنا واللي ساعدتنا على نعرفوا بزاف الحوايج اللي انا هاد الشخصية اللي ما كنتش غادي نهتم بها ولا ما كنتش غادي نعرفها، وكنشكرها بزاف على الانشطة اللي كدير لنا. سمع بلادي بومزوغ، كندرس بالسنة الأولى بكالوريا. نبغيو نعرفوا كيف جاتك الجولة ديال البطل انس يقين اللي قام بها من الداخل حتى لطنجة. هي واحد الجولة اللي هي متميزة، لأن هذه الجولة هذه ماشي أي واحد يقدر يديرها، يعني هو كيكون واحد الإنسان اللي هو متميز على باقي الناس لأنه حقق الحلم ديالو. يقدر يكون لك حتى أنت شي نهار قدوة؟ هو بالنسبة لي قدوة، لأنه حقق الأحلام ديالو، حتى أنا باغي شي نهار نحقق الأحلام ديالي. شكرا. كنشكر المدرسة لأنها فتحت لنا المجال باش نتعرفوا على هذا الرحالة المغربي اللي قام بهذه الجولة. السلام عليكم. الاسم ديالكم والمستوى الدراسي؟ سميتي زينب تشوملك، من الجهة المشاركة علمي. نبغوا نعرفوا كيف جاتك الجولة ديال الرحالة انس يقين اللي قام بها من الداخل حتى لطنجة على رجلي. هي في الصراحة جولة كانت رائعة، بالنسبة لي هو الشجاع اللي قدر يديرها في خلال جوج سنوات وبلا ما يكون معاه حتى شي حد وبلا ما يخسر بزاف ديال الفلوس. كنبغي نشكر مدرسة الرواد بزاف على اللي نظموا لنا التحوا لنا هذه الفرصة أننا نتعرفوا على هذا البطل هذا، وأنهم كيقدموا لنا بزاف
اولا انس يقين هو شاب مغربي غني عن التعريف دار المغرب كله. اسم ديالكم مستوى الدراسه؟ السلام عليكم، اسمي ديال شيماء البكوري ولا بكالوريا. في 12 اكتوبر 2012 المده اللي سرقها كنظن عامين، عمين رجع في 2014 ديما مع النورس ديالو، ودا مع الكلب ديالو اللي توفى لي في اليوم الثاني، ومن هنا هو مشهور وحنا كنشكروا. كنبغي نشكر المدرسه ديالنا اللي دارسكو على لقبات التظاهرات اللي ديما كتنظمهم لينا، واللي من خلالهم كنعرفوا شخصيات مهمه بزاف وجداد. وشكرا. محمد ابو مزوغ من السنة تجد المشترك علمي مجموعة مدارس الرواد. هو بطل شجاع قام بدورة حول المغرب، من خلال هذه الندوة بغيت نعرف كيفاش شنو الدافع اللي خلاه يقام بهذه الدورة حول المغرب، وشنو المعوقات اللي تحداتو في هذه الدورة. كنشرف من المدرسة ديالي وكنشكر على هذه الندوة اللي قامت بها باش تعرفنا على هذا البطل اللي كنسميه بأنه شجاع. السلام عليكم، الاسم المستوى الدراسة؟ هاجر الشيخ، الأولى بكالوريا رواد. أنا شخصيا عجبتني الفكرة اللي دار، حيت كبير لنا أن أي واحد تمنى يحقق شي حلم كيحققه واخا كيف ما كان. كنشكر المدرسة ديالنا اللي عطاتنا الفرصة أننا نتلاقاو مع بزاف من ضمنهم أنس يقين. شكرا لهم بزاف، كنشكر صحاباتي. السلام عليكم، الاسم والمستوى الدراسي ديالك؟ نجوى الصبري، المستوى الدراسي بخميرة نباك. أنا كنفتخر به حيتاش قدر يحقق الحلم ديالو، ودار حيتاش دار لو شوج ماروك أبي وحقق الغيف ديالو، غيف دونفونس. إلا أي واحد إلا حلم شي حلم يقدر يحققه. نقدر. السلام عليكم، الاسم والمستوى الدراسي؟ نهيدا وجيه، بخميرة نباك. هو بطل شجاع بالطبع، وكان باغي يحقق واحد الحلم ديالو، ما كانش باغي يعيش حياه بحال كاع الناس عاديه، خدمه الدار خدمه الدار. هو باغي يعيش واحد الحياه في كرحال ويقوم بواحد العمل اللي ما يقدر حتى واحد يجي ليه في البال، وقام به ونجح بالطبع. كنشكروه وكنقدروا العمل اللي قام به. هو بطل شجاع، حقق الحلم ديالو، ماشي عاش واحد الحياه ماشي بحال كاع الناس الاخرين، وقعد نفضل وحقق الحلم ديالو.